السلام عليكم. اليوم عندنا واحد طبق ديال الضيافه مع الشيف زين العابدين. مرحبا بكم. هو اللي غادي يشرح لنا هذا الطبق ديالو. مرحبا بكم، ان شاء الله غادي نقدم لكم بيبي اولا ديك الرومي معمر باللوز. السلام عليكم. اليوم جينا من دار البيضاء، جينا للصويره، جينا نزورو الشيف زين العابدين، غادي يدير لنا واحد طبق ديال الضيافه. نذكروا الناس المشاهدين ديالنا اننا درنا صورنا مع الشيف ديال العابدين اطباق سابقه. نعم. ديال البساطل، شي ثلاثه الانواع ديال البساطل درنا. تبارك الله، درنا بساطل، درنا محنشه، زعما ونالت اعجاب المشاهدين، الناس عجبهم داك الشيء. ودابا الان راه دار القناه ديالو اللي هي الشيف زين العابدين، وغادي نخليوه باش يفسر لنا هذا الطبق ديالو. وفي الحقيقه القناه ديالو مشوقه، نبغيكم تدخلوا ليها وتشوفوا تطلعوا عليها شنو كاين فيها. راه حنا غادي نحطوا الرابط ديال القناه في صندوق الوصف باش تدخلوا وتزوروا وتشجعوا وتابوناو في القناه وتبارطاجيو. وما نطولوش عليكم، نخليكم مع الشيف زين العابدين. تفضل الشيف. اولا بارك الله فيك، مرحبا بكم عندي. بارك الله فيك. مع كبير هذا، غادي ندير لكم واحد بيبي معمر بالطريقة الأولى اللي كتدير الوالدة ملي كيجيو عندنا الضياف ولا الحباب وفي الأعياد، كنديروه معمر باللوز والرز بواحد الطريقة. غادي تسمح لي الشيف غادي تقول لي بعدا واش هذا بيبي، واش أولا واش رومي ولا بلدي هذا؟ لا هذا بيبي بلدي. بلدي بلدي هي وراه مزيان البلدي راه تيكون بنينه اكثر. نسول على الطريقه ديال الغسيل ديالو، واش بحال الدجاج ولا كيف؟ لا لا، مختلف تماما على الطريقه ديال الدجاج. اولا كيف كيجي تيخصو يتصوت من داك الزغب الرقيق اللي فيه، كيف تشوفوا دابا راه ما فيهش داك الشعر ما فيهش نهائيا. عاد كنغسلو بالماء والحامض والخل والدقيق البيض الفوس، الدقيق كنخليوه مرقد بين ساعه حتى لساعتين. عاد نحيدوه ونغسل نشللوه مزيان ونسقطروه من ذاك الماء، وكنخليوه في الكونجيلاتور على الاقل واحد 10 ايام. علاش 10 ايام؟ باش تيخرج شفتي، وسبحان الله العظيم راه تيخرج شفتي ملي كيطيب. كيطيب دغيا كيطيب دغيا وتيجي واحد شفتي فيها. عندي واحد الملاحظه عندي، انا شفت هذيك الحنقوره ديالو ما حيدتيهاش. واش لا ما حيدتهاش بالعنوه، خليتها هكا، حيد هذيك الحلقونه غير من الداخل من هنايا باش بنعمرو باش يعمر مزيان. هي هذه طريقه سبيسيال خاصه باش كيف كتشوفوا وري لينا. تتبقى هذاك كتبقى الحنقوره ما حليناش ديك الجلده ديال الحنقوره باش تعمر، وحتى العنق ديالو كتخليه. حتى العنق كنخليه، حتى نحتاجو في العطريه الاربعه ديال البصلات مويان كنسلطوهم مزيان. نعم. زيت الزيتون طبعا، الزعفران الحر، العطريه كنحتاجو لواحد المعلقه صغيره ما كاملاش ديال الابزار، وملعقه صغيره عامره ديال الخرقوم، هذه الثومه وخبره غير نص ملعقه صغيره، هذا سكينجبير واحد ملعقه صغيره، القزبر اليابس نصف ملعقه صغيره، وهذه البصله غبره نصف ملعقه صغيره، وجوج عواد ديال القرفه والملحه حسب الذوق، وواحد الرطا ديال الرباع هذا غير المعدنوس بوحدو. والسمن البلدي هذا البيغنوازيت. اي حيت راه كاين اللي كيقول السمن هو داك اللي كيكون حنا كنقولوا ليه الصويره بودره. بودره كنقولوا ليه حنا في الصويره بودره. السمن الحار هذا لا، هذا السمن يعني الزبده طابت مزيان. الزبده طابت مزيان وخليتو حتى بردات وكتولي مسمده بحال هذا. دابا تقريبا عنده شي تقريبا فايت شهر هو هذا السمن. كيعطي نسمه خاصه. غادي ناخذ الكاميلانيت فاش غادي نطيبو بيبي، غادي نديرو فيها البصله، غادي نزيد العطريه غادي نديرها كامله، ودوك العواد ديال القرفه، وكنزيد واحد شويه ديال الماء باش نخلط العطريه. وهنا كندير بيبي وكنخلطو مزيان مع هاد العطريه هكا. دابا كنخصني نستعمل يديا، الزعفران ما غاديش نديروه دابا حتى يشرب شي شويه هاد العطريه، عاد نلح فيه الزعفران.
ضروري يشرملو حتى لداخل ويحكوه. ايه ضروري يحكو لداخل، ضروري يشرملو مزيان لداخل، يدخلو ليه العطريه لداخل ويحكو مزيان لداخل. دابا هو من بعد ما شرملنا غادي نزيد ديك الربطه ديال الربيع وداك السمن حتى هو. شحال بعدا المقدار ديال هاد السمن؟ جوج معالق كبار. هنا شي جوج معالق كبار، جوج معالق كبار ديال السمن، يعني البوغ نوازي ديال كان نوازي. حنا تنقولو السمن تندهنو مزيان بالسمن وكنخي. عاد سمح لي درتي الطريقه في الشكل ديال كيفاش حطيتي هذاك بيبي؟ حطيتو على الجنب ديالو، ما نحطوش على ظهرو ولا على كرشو. باش نذكرو الناس، الديك الرومي، حنا كنقولو بيبي يعني الديك الرومي. ايه. ولكن هذا راه بلدي، ذاك اللي كان الريش ديالو كحل. فعلا. تنبدا نقلبو ديما على الجناب ديالو. كيطيب على الجنب. مرة مرة نضربو نقلبو على الجنب ديالو. غادي تدير الزعفران وزيت. غادي ندير شوية ديال الزعفران. وزيت الزيتون. تقريبا نص كاس. ايه تقريبا نص كاس ديال الزيت ونعمرو عليه بالماء. ما كيحتاج لا يتشحر لا والو، كطيبو نيشان. لا ما يحتاج لا يتشحر لا والو، ديرو يطيب نيشان. تقريبا كندير شي 2 لترو ديال الماء حيت كيبغي هو الخياط. كيبغي الخياط. تندير ليه السيروفا، تنغطيه بالسيروفا بحال غنطيبو في طنجرة الدار. هذاك السلوفان كيزمتو كيزمتو وكيسرع عملية الطهي. عملية الطهي انت غطيتيه مزيان بورق السلوفان. ايه كيغطى مزيان. دابا هو من بعد ما درنا ليه السلوفان غطيناه مزيان كي كتشوفو، غادي نحط عليه الوراقة ديالو ونرضو يطي، وديك الساعة نرجعو ليهم من بعد ما يطي ان شاء الله. دابا غادي نبداو في الحشوه ديال البيبي. غادي نحتاجو واحد نص كيلو ديال اللوز اللي تسلق وتنقى، وواحد نص كيلو ديال الرز عادي غير العادي، يعني البيض. البيض توا غادي نسلقو مع واحد شويه ديال الماء والملحه، وواحد خمسه ديال البيضات ديال البيبي اللي غادي نسلقهم غادي نديرهم حتى هما في الوسط البيبي، واحد 150 غرام ديال الزبيب الكحل بلا عظم. نقدروا نستعملوا غير الاخر العادي؟ ممكن ممكن. دابا انا كندير لكم الطريقه التقليديه الاولى ديال السواريه. ديال السواريه هنا عندي واحد 150 غرام ديال السكر سنيده، واحد ملعقه صغيره ديال القرفه. الزبيب ديالنا هو طاب وباين فيها الكحل. مع شحال شحال دخلت فيه؟ اه دخلت فيه. شحال شدينا هاد الوقت؟ ساعتين دما بالضبط. دابا غادي نحيدو البيبي، راه طليت عليه واحد ساعة دما كان طليت عليه وقلبتو على الوجه الآخر. الجنب الثاني. الجنب الثاني. دابا غادي تخليه يبرد. نخليه يبرد شوية باش نعمرو. دابا هو البيبي واجد أولا الديك الرومي كيف كتشوف طايب مزيان. الرز من بعد ما سلقتو غير الماء والملحة هو هذا واجد، خصو يكون طايب مزيان. خصو يكون طايب مزيان. اللوز هو حتى هو مطحون، خصو يكون مطحون مزيان كيف كتشوفو. هذا غير اللوز والسكر. اللوز والسكر والقرفة. والقرفة صافي. والبيض مسلوق يد ليها هو، والزبيب. الزبيب راه قليتو واحد الشية ديال الزيت، خليتو واحد قسمين دما كان هو كيتقلى وصفيتو من الزيت، عاد زدت ليه الماء وخليته واحد ربع ساعة كيطيب في الماء عاد باش يكون رطب. ما زدتي ليه لا سكر لا والو؟ لا لا سكر لا والو، ما بغيتش نكثر السكر. هذه لاصوص ديال البيبي أولا الديك الرومي. زيد واحد شوية ديال لاصوص هي اللي غادي نخلطها مع اللوز و مع المرق، يعني المرق اللي طيب طاب فيه البيبي ديالنا. يعني. المرق فاش طاب الديك الرومي. دابا غادي نخلطوا هاد المكونات كلهم. مع الزبيب غادي نخوي هذيك لاصوص ديال الديك الرومي او المرق اللي طاب فيه. المرق فاش طاب غادي نحاول نخلط كلشي هاد المكونات حتى
حتى تمتزج مع بعض. غادي ناخذ واحد جيب حلواني، هو فاش غادي ندير هذاك الصليب. وغادي ندخل هنايا هكا، تيجي بهذه الطريقه ساهل وما كيتوسخش ليا بيبي من الجناب. كتعمر بطريقه سهله صراحه مزيان. وكنحاول ندخل هذا البيض، ندخل البيضه وتفعل داخل، نفعل داخل مزيان، ندخل الثانيه. هاهي تعاود ترد ليها البيض ديالها. تقريبا يدخلوا لك خمسه د البيضات، خمسه ديال البيضات، وتكمل الحشو ديال. انا اللي لاحظت انتم الحشو دخلت حتى لهاد البلاصه ديال، وصلت الحنجره ديال هذا الديك الرومي. كمل على هذيك الطريقه حتى نعمروا الديك الرومي بالحشو اللي تقد. واخيرا التقديم النهائي ديالنا هو هذا، كيف كتشوفوا بيبي دابا محمر. اللمسه اللي درتي لي باش تحمر، دهنتو غير بواحد شويه ديال الزبده مذايبه مع شويه ديال العسل وديرتو في الفرن. العسل الحار، العسل الحار، وواحد شويه سميتو حيدتو طيا. نعم. وهنا درت هادو ليبول ديال البطاطا، هاد الكويرات هما ديال البطاطا والجبن. غادي نحطو رابط الفيديو في صندوق الوصف. هادو البطاطا طيبه في الفران بالعطريه شويه حارين، هادو النوكا ديال الزنجله الكحل والبيض، والقرقاع والبيض السمان وطوماط السوغيس. يعني التزيين تيبقى اللمسه الشخصيه ديال كل فرد، كل واحد الاختيار ديالو، كل واحد يدير اللمسه ديالو. ديال هادي الصلصه باش طاب هذا الديك الرومي ديالنا، كنبقاو نحتفظوا بها ونحطوها في التقديم. في الحقيقة الشاب زيد العبي دين هاد الطبق تيشهد بالصحة والحرام. هاد الطبق راه دايرين لينا، هذا طبق ضيافة، هذا الضيافة بسم الله، حنا هما الضياف ياك. مرحبا بكم. بسم الله. طيب تبارك الله الحار، بيبي تبارك الله كبير، عطاهم الحيال باش انه هاد الديك الرومي او بيبي كيفاش يطيب لهم بسرعه ويجيهم فتي ويشيش. شحال فيه الكيلو هذا؟ هذا حي 6 كيلو تبارك الله، ولكن ملي تذبح وطاب شحال ولا؟ 3 و 4 كيلو تنقص واحد 30%، ولكن هذا يعني كافي لطبق الضيافه ديال 10 ديال الناس 16 ديال الناس. اييه. ما تنساوش تشتركوا في قناة زين العابدين، شاف زين العابدين، وبارطاجي وديروا لايك حتى هو. ايوا واللي كيشاهدنا أول مرة يشترك في القناة، ينقر على الجرس يوصلوا الجديد، وحطوا تعليقات ديالكم، حطوا كذلك إعجاب. قلت لك شاف زين العابدين واش كاين شي أطباق عندك ديال الضيافة في القناة ديالك؟ هي كاينين عندي أطباق ديال الضيافة بحال الدجاج محمر، كيفاش الطريقة من الأول حتى التالي، كيفاش الغسيل ديالو، كيفاش يطيب، كيفاش يتحمر. عندي بساطل، شكالات ديال بساطل، ديال الحمام، ديال الدجاج عادي، وديال الحوت، وكاين المحانش، المحانش ديال الضيافة، ديال الضيافة، وكاينين الأطباق اليومية كالطواجن عاديين، كاين بعض وكال عادي اليومية اللي ممكن يديرهم الانسان عادي في الدار. حيت انا دخلت للقناة ديالك بانوا لي بزاف ديال الطواجن، ديال الاكل اليومية. تماما بزاف اكل اليومية ديالنا، وكاين بزاف ما ندير ان شاء الله، كاين بزاف الشيوات، كاينين اطباق ديال الضيافة، وكاينين ان شاء الله دابا ان شاء الله تلقنا سيدي يلا الشجاعات ديالكم، الشجاعات ديالكم يلا، وتبقوا هاد الوصفة. يلا بالصحة والراحة.